اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل لنا من عندك بالإجابات يا بارئ الأرضين والسماوات، عبادك بين يديك، فقراؤك بين يديك، مسانوك ومساكنك بين يديك، يا رب العالمين، عبيدك بفنائك، مساكينك بفنائك، سائلوك بفنائك، فقراؤك بفنائك، فانظر إلينا، 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 وقربنا إليك زلفى، واجعلنا من أهل الصدق والوفاء، ومن بكمال العافية والشفاء للشيخ أبي بكر بن أحمد مفتي الديار الهندية، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم اشفه، اللهم عافه شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، اطل عمره في عافية كاملة وتامة يا أرحم الراحمين. اللهم ضاعف البركة في هذه الجامعة، ضاعف البركة في هذه الأعمال، ضاعف البركة في هذه المجتمعات، ضاعف البركة في الطلاب والدارسين، وبلغ السيد خليل البخاري ما يرجو فوق ما يرجو، ما ينوي فوق ما ينوي، من عطائك الجم يا ذا الجود الأعظم، يا مولى الفضل والكرام، بوجاهة حبيبك الأكرم ونبيك والمصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سر قلبه، واجعل اللهم جميع ما يقوم به السيد خليل البخاري سرورا لقلب النبي المصطفى، قرة عين لقلب النبي المصطفى، سببا لفرح روح النبي المصطفى. اللهم بارك في أهله وأولاده وأحفاده وقرابته وفي طلبته وفي المنتمين إليه بركات تامات دائمات متناميات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، 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 يا منان يا كريم، يا منان يا كريم، يا منان يا كريم، يا علي يا عظيم، 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 يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا فرد يا صمد، يا فرد يا صمد، يا أرحم الراحمين، 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 فرج علينا وعلى المسلمين، وانظر للمسلمين في مليبار، في كيرلا، وفي جموم الهند، وفي جميع أقطار الأرض نظرة ربانية رحمانية تدفع بها عنهم الأذى والبلاء والشر كله، ولا تسلط عليهم من يؤذيهم ولا من يضايقهم ولا من يضرهم في دينهم ولا دنياهم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجمعنا بسيدنا النبي محمد، أرنا وجه النبي سيدنا محمد، شرفنا بسماع كلام النبي سيدنا محمد، كرمنا بمصافحة النبي سيدنا محمد، ادخلنا في دائرة النبي سيدنا محمد، خلقنا بأخلاق النبي سيدنا محمد، أدبنا بآداب النبي سيدنا محمد، اجعلنا مذكورين في حضرته بخير ما يذكر المحبوبون والعباد المقربون، برحمتك يا أرحم الراحمين، بلغهم المرام فوق المرام، واغفر لموتانا وأحيانا بالمغفرة العظمى يا عظيم، واجمعنا بالحبيب العظيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، واجعلها ساعة من أبرك الساعات، ويوم من أشرف الأيام الزاهيات، يوم الاثنين بعد ذكرى مولد سيد الكونين، اكتب لنا فيه قرة العين، حلنا بكل زين، خلنا عن كل شين، ثبتنا على الطريقة، رزقنا الاستمساك بالعروة الوثيقة، اجعلنا عندك في خيار الخليقة، ادفع عنا البلايا، واكشف الرزايا، صف الطوايا، اصلح الظواهر والخفايا، يا الله، يا
خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل كل ذلك وزدنا من فضلك ما أنت أهله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.